انا هبدا باول حاجه مقادير الكبسه هقولها لحضراتكم كده سريعا عشان تجهزيها وتعمليها. معانا لحمه ضاني، دي لازم تكون ضاني، انا احب الكبسه باللحمه الضاني الحته الملبسه اللي هي بيت الكلاوي، دي احلى حاجه تتعمل كبسه. معانا بصل، معانا ثوم، معانا جنزبيل، معانا الرز البسماتي، طبعا لازم يكون حبات رز حلوه كده لطيفه وجميله، اتغسل مره واثنين وثلاثه وسبناه بعد الغسيل على جنب. ومعانا البهارات العربيه. ايه البهارات العربيه؟ اللي هي عنوان الكبسه في كل مكان عربي، في الخليج، في السعوديه، في اي مكان، اللي هو اللومي، الليمون الجاف، والقرفه اللي هي الدارسين اللي هو القرفه الخشب، وكمان المسمار اللي هو القرنفل، ده المسميات بتاعته، والحبهان الاخضر او الهيل بتاعنا الجميل الحلو، وورق لورا، وشويه ملح، وشويه فلفل. اكتر من كده ما تحطيش عشان الطعم ما يهربش منك. اول حاجه بنحط معلقه سمنه حلوه زي الفل، ممكن تعملها بالزيت لو انت عايزه، بس هي بسمنه طبعا تبقى احلى بكتير. قلب كل ده مع بعضه. لحمه، بصل، نحط البهارات بتاعتنا الحلوه اللي هي عنوان الكبسه في اي مكان، قرفه خشب اهي، وهنحط قرفه ناعمه بعضه اهي، وعندنا مسمار اللي هو القرنفل ده اساسي، عندنا الحبهان اللي هو الهيل، انا بقول المسميات في الخليج والمسميات هنا عند العطارين عندنا في وسط البلد، ورق لورو، اللومي، واحد اثنين ثلاثه، واخد واحده بايدي كده اهو واكسرها كده اهي، شايفين الجو اهي اهي، المقادير على الشاشة اهو. الله، الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها. فريق العمل بتاعي، فرسان التلفزيون والإخراج والناس الجميلة الحلوة اللي معايا. حبيت لومي كده بكسرها بتديني المزازة بتاعة الليمون اهو اهو. أقلب ده كله مع بعض. هي اللي في الحلة كل ده اهو. عايزاها بالخضار يا بسنت هتحط خضار، عايزاها باللحمة بس كده من غير أي خضار. عشان تكسبي وقت في المطبخ ما تضيعيش وقتك، لان عندنا وقت تاني ان احنا برضو ايه، شهر رمضان ما يعديش علينا غير لما ياخد حقه من العباده، ان احنا يكون عندنا ميه بتغلي على النار، ما استناش لما الميه تغلي في قلب اللحم. موضوع بسيط. تفاصيل صغيره وانا بعمل الاكله بتاعتي، ولكن بتفرق كتير في الطعم والشكل وكمان التقديم. ميه بتغلي. الميه دي ممكن تكون شوربه عندك من امبارح، ممكن يكون بوكيه جارني زي اللي انا عامله دلوقتي، شويه كرفس حلوين كده، بصلايه حلوه، وميه بتغلي على النار لونها اخضر من الكرفس ازاي، يعني قيمه غذائيه عاليه جدا اهو، وزي الفل. الميه على قد ايه يا شباب؟ هو ده الكلام، ده السؤال. رز بسمتي احنا محتاجين للكبسه دي نعمل قد ايه رز؟ ممكن نعمل على دي مثلا 2 كيلو رز، ممكن نعمل عليها 3 كيلو رز، مش هتقول لا، نكتر الميه ونكتر الشوربه. لا، احنا نعمل عدد افراد الاسره عشان بيبقى الاكل في رمضان لما بيبيت تاني يوم بيبقى حلو وكل حاجه، بس بيبقى دايما عايزين الجديد، فتعملها على قد السفره بتاعتك. لقيتي في حاجه زياده اديها للغلابه، اديها للمساكين، نوزع للجيران حبايبنا وهكذا. انا هعمل تقريبا كوبايتين من الرز، دول كوبايتين رز بسمتي غسلتهم وجنب، يستاهلوا ميه قد ايه الميه اللي انا حطيتها ديت. عشان كده بحدد عيار الميه او عيار الشوربه بتاعه الكبسه وانا شغال. لسه لغايه دلوقتي ما حطيتش الملح ولا بقيه البهارات. بقيه البهارات عندي ملح وفلفل. زي الفل. ادي الملح بتاعنا ينزل كده، والفلفل الاسود زوديه شويه، الكبسه بتحب تكون سبايسي شويه، شويه فلفله حلوه اللي انا بحبها اللي هي البابريكا يعني اهو، واقلب كل دول مع بعض. خلصت الكبسه يا شيف، خلصت، اسيبها تستوي اللحمه بعدين انزل بالرز. خلصت طبق اهوت في وقت قليل جدا وانا شغال. هغطيها. حلو، نبص على تفاصيلها قبل ما اغطيها. حمرت بصله وتومه، نزلت باللحمه الضاني او اللحمه الكندوز بس يفضل ضاني، وحته لحمه ملبسه. بعدين نزلت بالخضار بتاعي اللي انا حبه، الجزر والكوسه، وحطيت البهارات العربيه بتاعتي، قرفه خشب اللي هي الدارسين، واللومي اللي هو الليمون الجاف، والمسمار اللي هو القرنفل، مع ورق لورا وحبهان وملح وفلفل، وحط لها الميه بتاعتها اللي قد كميه الرز، واغطيها واسيبها تغلي. حلو الكلام. ادي الرز البسمتي بتاعي، جيب لي تفاصيل الرز وهو نازل مع الخضار، نازل مع اللحمه الضاني، نازل مع البهارات العربيه، كبسه بتتكلم سعودي ولكن بخفه دم مصريه. ايه الجمال والحلاوه دي؟ هو ده. لسه دي هتاخد معلقه سمنه دلوقتي بس الرز يستوي ويورينا عضلاته كده في وسط اللحمه. انزل بمعلقه سمنه على الوش كده، سمنه بلدي، الشماخه والشخصيه بتتكلم صعيدي زي الفل. هسيبها تغلي على النار واغطيها علشان ما تاخدش وقت كبير في السوى. تمام، ادي الكبسه جاهزه، اغطيها. حلو. ايه التركايه يا شيف مغازي؟ معلقه سمنه بلدي معايا زي الفل،
على وش الكبسه كده اهو بشويه شرب اهو تديني اللمعه بتاعه الكبسه وهد النار عليها بقى لغايه ايه قبل المغرب نص ساعه كده واغرفها وهد النار يلا عشان نخش على اللي بعده. كبسه جاهزه زي الفل اهي، واتقل على الكبسه بتفاصيلها لما تستوي. لا لا شوف بقى، شوف 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 اللحمه مع الجزر مع الكوسه مع البهارات العربيه، اللوم بتاعنا عنوان الكبسه اهو. الله الله الله، اللهم اني صايم اهو. السرفيس بتاعي تقديم سرفيس كبير كده عشان يلم العيله والقرايب والحبايب زي الفل الحمد لله اهو. الكبسه بتاعتي بقى تدوري على اللحمه الضاني في قلبيها، تدوري على الكوسه والخضار الحلو بالوانه والجزر تلاقيها، تدوري على بصله حلوه مع فص ثوم وجنزبيل عشان يدي فليفر وطعم تلاقيه. اللومي الليمون الجاف ليه بيسالوني بتكسره بتحطه على الكبسه عشان يديني المزازه والحموضه والطعم بتاع اللوم الجاف ده عنوان الكبسه. البعض بيضربه في الخلاط مع صوص طماطم وينزله، لا انت خليه زي ما انا عملته كده علشان تفاصيله تبان مع الرز ده بيغنيك عن طبق شوربه فيها خضار اهيت وفيها كوسه، يعني السفره لازم تكون فيها حاجات كتيره انت عايزاها. ممكن في نفس الوقت طبق الكبسه ده مع طبق سلطه خضراء مش محتاج اي حاجه تانيه اللهم صل على النبي. نشيل دي كده على جنب ونشيل دي من هنا كده. عينيا يا فندم. حاضر. اللهم صل على النبي. هعمل حاجه بس لطيفه كده بسرعه. بيقول لي فين الهبر؟ اجعله عامر. موجود يا باشا الضاني، ضاني الملبس اهو. وانا بحب الكبسه تتعمل بلحمه ضاني فيها عظمه دايما، والله العظيم بحب كده تفاصيل حته اللحمه جوه العظم وانا باكلها. الليمون الجاف عنوان الكبسه يتحط كده على الوش اهو، ده لازم يكون على الوش كده بالشكل ده كده. الف انا وشفا للي ياكل. تمام، ناخد السمبوسه دي بتاعتنا ونقلبها كده. الاخبار ايه اهي، بقيت السمبوسه عشان تشوفوا اللي اتلفت واحنا مع بعض على الهواء.